السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم ريلون فلوكس. اليوم فيديو جديد، فلوك جديد مع الاخ الطالياني. اليوم رجعنا عند الاخ الطالياني باش نتعرفوا على السلعه اللي عنده. بالنسبه للناس اللي كتكلاشي السلعه وكتقول لكم السلعه كوبي والسلعه ماشي اوريجينال، اليوم ان شاء الله جينا عند الطالياني باش يوضح لنا اي حاجه ويعطينا الدليل على السلعه منين كتدخل. مرحبا اخويا رضوان، حنا ديما شوف كنضربوا الطريق وكنسخسخوا كلشي باش ناكدوا لبنادم المصدر ديال السلعه منين كتجي اخويا رضوان. بالنسبه لليوم هذا فيديو سبيسيال، جبنا لهم لي ماغازا منين كتشري السلعه في الطاليان وصورنا لهم فيديوهات بنفس السلعه اللي عندنا هنا في المحل. حنا ما كنكلاشيو حد، اللي بغى يكلاشينا حياته هذيك. المهم حنا كنمشيو افانتي قدام مع الناس. بنادم اللي تيق في راسه اخويا الطالياني، بنادم اللي تيق في راسه راه تيق في راسه، كتبيع سلعه اوريجينال. راه بنادم تاهو راه بنادم، الناس كتعرف الناس اللي بانت لها شي حاجه ماشي تالهي راه كينبيعهم قال. واخوان راه اي حاجه فيها زيكزاك مستعدين اي واحد ردوا ليه رزقه، اي شونج نشونجيو ليه. راه خاص بنادم يفهم اخويا رضوان بان لا مارك ديال مارشال انجل راه ما غالياش برضا. راه كتدخل لمكازا راه كتشري تي شورت ديالها كتاخذو ب 12 اورو 14 اورو، ماشي شي حاجه اللي غاليه بحال اللي زارا بولاند بير ديال المغرب ديال هنا. وحنا درنا لهم فيديو منين كتقدا المكازا. وبالنسبه للناس اللي ما فاهمش، راه اوروبا راه انتيردي تبيع شي حاجه سميه في مكازا، راه تما راه يسدوا لك المحل، راه ماشي بحال المغرب. حنا درنا لكم فيديو سبيسيال اليوم وشجنا لكم السلعه اللي كنخدموا بها، وجبنا لكم لاباج ديال انستغرام ديال بوتيكه كاينه في ميلانو سميتها ادون ميلانو. غادي نخليو لكم لاباج وتدخلوا تشوفوا نفس السلعه اللي كنخدموا بها حنايا، وحنا ديما معكم موجودين اخويا. الله يحفظك لي اخويا الطالب مصداقيها. واللي بغى يكلاشينا بحراحته هذيك ياخذ الراحه ديالو، كل واحد يخلصوا مولاه. هادشي اللي كل واحد يخلصوا الله. المهم الاخوان اليوم هاد الفيديو توضيحي، دابا غندور لكم على السلعه غتشوفوها عاد باش غتشوفوها في المكازا، ونخلي لكم الانستغرام ديال المكازا، ونخلي لكم اي حاجه. وتحياتي لكم كاملين، حنا ديما موجودين معاكم. وتحياتي لخوتنا من طنجه حتى للقويره. والله ينورك لي اخويا الطالياني. وحنا شوف بنادم اللي تيق في راسو راه ما يحتاجش يتسوق لشي واحد، هادشي اللي كاين. تحياتي لكم الخوت، وتحياتي لخوتنا من طنجه حتى للقويره. وهاشتاغ صوفي الميمه وديما قشقاش. مرحبا. هانتوما الاخوان، هاد المارشال هاد السبرديله واحد انا ما بعتها. اي اللي غتشوفوا معنا من المكازا الاخوان ان شاء الله هي وهادشي الشورت هذا المارشال والواج. بالنسبه لهادو تا هما هي كاين هاد المارشال هذا تا هو غتشوفوا معنا الاخوان في الفيديو. غتشوفوا معنا ان شاء الله كاع السلعه اللي كيدخل الاخ، غتشوفوه معنا في المكازا ديالو. يلا خلص. ها انتم الاخوان، هذا تا هو غتشوفوه في المكازا. هذا تا هو يا هذا الاخوان اللي كيطعن في شي مصداقيه ديال شي واحد على الله كيخلص اي واحد. راه كنوصل لكم ليكيل، واللي لقى شي حاجه كوبيه الاخوان راه الضمان على حسابي. هذا الشيء اللي كاين. ها انتم هاد لي شوميز الاخوان غتشوفوها حتى هي في الفيديو. بالنسبه لهاد لونسومبل هذا اللي كان بالنسبه لديك ديك البيمه خويا. ها انتم الاخوان البيمه، بنادم يدخل يطابيها ويشوف شنو بنادم اللي يحكمش على شي حاجه حتى تيكون متاكد منها. تشامبرلان جيم. بالنسبه اخويا رضوان واحد المعلومه بغيت نعطيها للناس، بحال هاد لامارك هادي كورو هادي ياك، وهاد التيشورت ادون ميلانو هادو راه كاين التيشورت اللي كتلقى فيه ماد ان تشينا في التيكيت الداخل يد العامله فلاشين، ولكن هاد السلعه المصدر ديالها اوروبا كتحط في روما هي فين كتفرضق اليد العامله فلاشين. على الايفون كتشري وكتلقى فيه ماد ان تشينا، حيت اليد العامله في الشينوا كتقال منهم شويه. صح، بنادم فهم هاد المعلومه هادي.
عندنا بول عندنا بولوغال فلورين جاكيطا وفيها ماد ان تشينا. الشينوا ديال اوروبا راه ماشي الشينوا ديال هنا. وبالنسبه للثمن الناس اللي كيقولوا الثمن غالي، تي شورت ب 180 راه ثمن مناسب. راه بنادم اش بغيتي نجيب لهم غوتشي ديال 200 اورو راه ثمن مناسب وكاليتي مزيان. خويا الطالي انا راه كنشوف راه كاينه سلعه هنايا كوبي وكتبدا من 220 250 يعني بنادم حتى هو راه كله وجهده فهمتي اللي بغى ديالو كله كله 16 الشيء اللي كاين الشيء اللي كنعرف انا خويا الحمد لله كنعطيهم السلعه دي في غو على السوق كيلبس بنادم بياسه بقى عندنا في واحد نتحداك واش تلقاهم في عند شي محل هنا في قريعه ولا في كازا كامله. المهم الاخوان هانتوما كيفشتو معانا السلعه اللي كاينه في المحل هي اللي صور لكم الاخ من المكازا. السلعه لابسين منا اخويا رضوان. انت ولا اخويا البولو ها هو تقول اللهم بارك البياسه اللي كطيح في اللبسه ضرب لي على الشويره حتى هو كتخرج بوحدك لابس ما كتلقاش حتى شي واحد اخر لابس معاك. ها هو الشورت اخويا الشيخ نفس الحطه اللي دار معنا دابا الشويرت مع البولو طايات كاملين. خويا الطالياني الله يرحم لك الوالدين واللي شوف انا راه كنوصلوا للي فان ديالنا اي حاجه معلومه صحيحه نصحوا لهم عاوتاني صحاب السامبل والاثمين هاك ضرب لي هذا التشوير بلاطوار مارشان اخويا لا نقيش هو تبارك طايات كاملين كاينين كلشي كاين. المهم خويا الطالياني فيديو توضيح لي فان ديالنا والله يسخر الامور لجميع الاخوان اللهم قينا خليكم الاخوان مع الفيديو باش تشوفوا معنا اي حاجه. هي التمر اللي عندي سيدي ميتا تحدا انتم الناس اللي تعرفونا اخويا وتسلموا علينا وتعرفونا تنتقداو قدام ديما السلعة اللي كانت قدام هانتوما خوتي حتى حاجة ما كنخبيوها نخبيو لا تمنات لا والو تنزيدو لكم شوية ديال الطريق وديال الديوانة تنجيبو لكم سلعة بثمن مزيان اوريجينال. هاد الفيديو تنديرو على قبل الناس اللي قال لك راه تنبيعو الكوبي وما شي من عاد كنا كاع نجاوبو ولكن مضطرين نجاوبو.
بس العادية هاي الشهر موجودة.